لان كاع بزاف ديال الناس اوروبا تيقول لك اودي حنا ما كرهناش نتشاركوا حنايا، تيقولوا لي انا نيت كيقول لي نتشاركوا لك في الخيرات ونخالط انت 20000 درهم نخلصوها لك ونخالط انت وعبر على الاراء ديالنا وسمع الصوت ديالنا. داكور هاد الفكره كاينه ماشي ما كاينش عند بزاف ديال الناس اوروبا، فهذا تفتح هاد المجال هذا عدد الناس. فالناس اللي عندهم 2000 درهم ما عندهمش القدره، 2000 درهم كيديليغو واحد 10 الناس تصور 10 الناس غادي نخاطو غادي يمثلوا واحد كيمثلوا 2000 درهم لواحد 2000 درهم الفرقه كتستافد، لانه 2000 درهم غتضربها في 10 غتولي 20000 درهم، هما 10 الناس نخاطو ب 20000 درهم ومثلوا واحد كيمثلهم كصوت كيعبر على الراي ديالهم وينقل الصوت ديالهم. دونك مزيانه هذه كفكره. تيقول لك الاختيار الثاني هو انه الى مثلا 5 د الناس بغاو يتناقشوا في ديك 20000 درهم كيعطيو 4000 درهم لواحد وغادي حتى هما يولي مثلهم واحد، هما 5 د الناس غادي يمثلهم واحد. وغادا كل مره حنا كنمثلوا كل مره هذه حنا كنوسعوا في القاعده، غادي واحد الوقيته اللي ما يحتاجوش 10 يتناقشوا، غير يولي واحد يقدر يتناقش الناس، غادي نحافظوا على داك المستوى ديال الانخراط، ديما الانخراط يبقى سميتو غادي نحافظوا عليه غنحافظوا على ديك الفئه ديال 20000 درهم، وغنزيدوا واحد الفئه اللي هي باغا تولي عضو في المكتب المنسي او رئيس. هذوك ما كانش مبلغ ولكن مبلغ مهم، على الاقل غادي يحط واحد 20 مليون 30 مليون باش يخاف. دونك احنا خلقنا فئات متعدده، خلقنا فئه ديال 2000 درهم والفئه ديال 10000 درهم، كاع الامكانيات ولي بورس يمكنهم يخاطوا في نفس الوقت فقط كتستافد ماديا، وفي نفس الوقت كنوسعوا القاعده وكنوسعوا القاعده بالاخص القاعده ديال الاختيار ديال القرار، ما يبقاش في يد واحد 160 واحد ولا 180 واحد. فتنحيي على هذه الفكره هذه، نفتح المجال للاخوان اللي بغى يدخل. الو 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 اهلا سي مهدي، تحياتي، فرصه سعيده هذه، مرحبا خويا مهدي. الله يبارك فيك، الله يحفظك وين جيك. تبعتي معنا اللايف اخوان؟ نعم غبرتي اللايفات؟ نعم غبرتي في اللايفات؟ لا ما غبرتش الله يا ودي، وانا اللايف ديما كاين تقريبا كل مره في يومين كندير اللايف. نعم اخويا. الله يحفظك اخويا المهدي، انا دابا في اللايف نيت دابا. انت دابا ديال اللايف؟ ديال اللايف دابا وي. واش كيتبعونا دابا الناس؟ ماشي مشكل، بغيتي تدخل مرحبا، حنا كنتذاكروا غير داك اللقاء اللي كان في راديو اصوات اللي حضر فيه البلعودي وحضر ليه داك المنخرط الرجاوي اللي اسمه حسن الرزاعي، هو اللي كناقشوا هذاك الموضوع ما انتيريسون، هو اللي كناقشوا. بغيتي تدخل عندك شي راي قول تفضل. انا بغض انا مش لا انا اول حاجه والله العظيم ما كان خبرك انت كدير ولا راك اللايف دابا بالمباشر مي تفاجئ داك الشيء علاش. المهم اول حاجه تحيه لك وتحيه للجمهور اللي كاين معنا كيشارك في اللايف. مرحبا. انا غادي ندوي على الاداره خويا، فهمتي لقيتيني دابا كنوجد بزاف ديال الوجهات ديالي باش نهضر على الاداره ونهضر على التغيير، بزاف ديال المطالب ديال الجمهور الرجاوي. غادي نناقش معك بعض النقاط هنايا بما انك داير اللايف. مرحبا. انا خويا المطلب ديالي ديريكتومون غادي نقولها فاصل، المكتب يحط لك التويتات اخويا نتيك راه جمهور الدراسه تبهدل وضحكوا فينا اللي ميسواش، حط لك التويتات الله يجعل البركه. الرجاء خربتوها اخويا، خربتوها تكثر تعطي الرجاء اتساع، الرئيس محمود عطي الرجاء اتساع، المنخرطين يشطروا على الاغلبيه ديالهم حتى هما يمشوا بحالهم، لانهم هما معنيين بالامر هما بسبب الرئيس اللي توصل ليه الرجاء، لانهم هما كل واحد شنو كيقول، واحد كيخرب شتي كيشرب شتي كيخرب هو عنده الكلمه ديالو، الناس ما باغيش المصلحه للفريق السياسي، فهمتيني؟ وراه غادي كيهكلوا فيه واحد العام غنخرجوا نديروا رقاب، راه بسبب هو بسبب المكتب وبسبب المنخرطين والجمعيات الطفاله وكلهم والضحيه راه هو الجمهور، الجمهور اللي كيدور عليه السيد طاوس اللي كيقول لك بان الجمهور كيخسر الهضره ولا كيسبني ولا كذا ولا كيسب اللعابه، اش بغيت يا خويا الجمهور اخويا راه صاحبي راه هو عنده المشاهير ديالو، عصبه الابطال مشات، البطوله مشات، كاس العرب مشى، السوبر مشى، كلشي مشى، اشنو غادي الجمهور يقول لك؟ خويا المدي اخويا المدي اخويا المدي، هذاك الطاوسي الا كيتصور راسو انه ضحك على الرجاويين ودخل ديك التشكيله ديال واتزم وباغي الجمهور ما يسبوش، راه ما كيعرفش الرجا يمشي يعطي الرجا باتساع، هذاك راه كيضحك على الرجاويين، هذاك ملي كيقول لك ما تسبونيش، راه عندك الزهر اللي ما نزلوش دقدقوك، راه خصك تاكل دقات العصا نتاعك،
عليك هذه التشكيله، لان التشكيله دخلتي بينتي في التخلويض السي الطاسي، راك بينتي بانك انسان ماشي صحيح، انسان ماشي ماشي انسان ماشي انسان صافي، ما صافيش اصاحبي. هذه التشكيله مخدومه هذيك، راه ما يمكنش. واش فرقه لعبه على العصبه، لا كيتسنى ماتش العصبه ودخل جماتشات كتدخل ليكيب تيب ديالها، وعندهم بون دو توش حسن ديالنا وما كيدخلوش بيه، وكيدخلوا بليكيب تيب، وانت بغيت تدوز علينا حقه، لا ندخل هذا ندخل فرح، ندخل هذا ندخل ندخل سكحان وكذا، وكتضحك على الرجويين. قول دوزتي ماتش، قول انا دوزت ماتش، ضغطوا عليا ما عندي ما ندير، بلا ما خصك تكذب على الرجويين. انت خصك دقا كنقول لك خصك دقا. ديما البطل ديالك الطب ديالك متفرج مع وشنو مع جديده، شنو بغيتي اخر؟ شنو بغيتي واحد اخر؟ بغيتي من عشرة الابطال؟ واش هي اللي خاصك ديالك ديال الجمهور؟ واش كاين شي حاجه اكثر من هذا الشيء؟ الجمهور ديالك كان هذا الشيء اللي كاين، انا ربحت غير الشعور غير عاوتاني غيكذبوا. راه من غير الرجاء ديال قاسم تور ولا كواتساب كتسكتوا في البطوله على غيرنا حنا، هذا العام سوف توصل العام الجاي التوار غيطلع، اليوم تطوان، امشي غيسوفي واحد هذاك عاوتاني، كيما كانت شي فرقه تعلمت تكون لعبت كره البلا كانت شي كتعلم بك انت، ولكن انت هو ذاك البريكو، وانت العام خارج لا بطوله لا عاوتاني ولا سوبر كاس، واش عرفتي شنو هي الفضيحه؟ فضيحه، واش هي المشكله الكبيره وخطيره من الارض؟ وان العام الجاي العام الجاي غنرضى غادي الله يبداو غنسالي معاك المداخله غادي الله غنقول غنقول لهم ديال الطوب احترم عندي ما نكبيهم انا ما عرفتش ندير بحال صحاب الراديو هاد المرتزقه اللي كيبقى يقول لك الوليد مزيان وداك الوليد مذكور مزيان والوليد العبد يعني موهبه وداك تهضر الخاوي انا تنقول لك اوتوماتيكمون العام الجاي ما غاديش واحد الربع 10 لاعبين على اعلى مستوى غتعاليو غتيليمينا او ديبار من عصفه الابطال عصفه الابطال العام الجاي ما كايناش جمهور الراجل تيفهم بان الفرقه انه واقف على انتدابات على اعلى مستوى الدو الطوا ولا خصو مليون كلشي 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 وكلشي هذا يلاه يلاه عندنا يلاه عندنا حركات والكون هو اللي عندنا هما تقدر تثق فيهم ماشي الاخر والله ما كاين هكا البل من عندي انا ما تولي اللي كان هاد السكر ساله الله يجعل البركه يدو حتى عفى الله عن المساله الله يجعل البركه تولي الله يجعل شي بركه والله يجعل شي بركه متولي الله يجعل شي بركه الانسان الا بغى يبقى يجوي يبقى يسمع السبان في الملعب ما عرفتش واش المكتب غيدير بلاغ هو عبد الشمر الانتدابات ما مشي دبر الموارد الماليه ما عرفنا غيبقى ولا غادي يمشي ونقولوا غير حنا حكوا علينا بلي بغا شي انتدابات انتدابات 70 لا دوزيام ديفيزيون بغيت تبقى تلقطوا لنا فخا اللعابه اللي في ما كانش يلعب لي بغيت تجيبوا لنا عاوتاني وعباد الله وعباد الله راه الفرقه غادي كتلعبوا فيها حنا بغينا وصفه الابطال واش الناس اللي كيتفرجوا فينا ولا كتفرجوا فيهم حنا واش الناس كانوا كيشدوا الرونديفوات باش يتفرجوا فينا ولا غنتفرجوا فيهم حنا واش حنا المصير ديالنا ولا مرمى بخريب كنضرب الويل كنشدوا البطوله ترى لا حول ولا قوه الا بالله ناسي راه شرا بعدلوها يا خويا بعدلوها 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 واحد التمثيله وما عمرني نلعبوا غادي نلعبوا يا خويا نتمنى اخويا لا رئيس لا نائب رئيس لا معد مدني لا ولا مدير تقن لا لعاب الحمر ولا شيء والو يا والو نتمنى اخويا نتمنوا خير مهدي مهدي نتمنوا خير خويا شكرا خويا على المشاركه ديالك تحياتي باش مع المغاربه الله قال لي الشي مع المغاربه داك الما ديال تمنى هاد اسحب هاد وقت تخت مع مصاري غدير معايا الحل غادي تغطي طبيب على البنت اما المتمنيات اخويا مع المغاربه راه ما داكون 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 مهدي تحياتي شكرا لك خويا شكرا شكرا تبارك الله